ما إجابة قداستكم على سؤال حساس ممكن يتسأل؟ ما مصير الطوائف الأخرى؟ الطوائف الأخرى زي ما قرأت في بعض النشرات اللي بتنشر على الانترنت، مش عارف اسمه ايه دي، يقول لي هل صحيح ان البروتستانت مش يخشوا السماء؟ انا باستمرار بقول دخول السماء ده في ايد ربنا. يعني احنا نختلف مع بعض الناس في عقائد، لكن ليس من حقنا نتكلم يخش او ما يخشش. ده كأننا بناخد حق الله في حكمه الإلهي قبل أن يحكم الله. وبعدين عمليا أكلمكم بصراحة شوي، أخش في الرأي المتطرف المسيحي، يعني يقول لك البروتستانت ما يخشوش السماء عشان ما عندهمش أسرار كنسية إلى آخره ولا كهنوت، شلنا دول. والكاثوليك ما يخشوش السماء عشان بيننا وبينهم خلافات من أول مجمع خلق دنيا، وليهم حوالي 20 مجمع مسكوني، وإحنا ما عندناش غير 3 ولا نؤمن بكل دول. طيب وبعدين تصفى الحكاية على الأرثوذكس، يبقى لغينا الكل دول خارج السماء. وبعدين يبقى الأرثوذكس، والأرثوذكس دول فيهم أقباط وسريان وأرمن، وفيهم أثيوبيين وإيرانيين. الأرمن في خلاف كبير بينهم داخل بعض ما بين أنتلياس وإتشميزين، والسريان في خلاف بينهم وبين الهنود، السريان الهنود، والأقباط في خلاف بينهم وبين الإيراني وبين الإريتريين من أيام ما شالوا البطرك الحقيقي وسجنوه إلى آخره. يبقى بعد كده تصف على مين؟ علينا الوحدين والباقي كله مش يخش السماء، ووحدينا في خلافات بيننا وبين بعض كتير. هتصف على كم واحد؟ يا جماعة الكلام ده حرام، نسيب حكاية السماء لربنا، لا نحكم على الناس في السماء، لكن مع ذلك نتمسك بعقائدنا. وممكن نقول نخالف هؤلاء الناس في العقائد، لكن مش معنى كده ان احنا نوديهم الجحيم، مش ممكن، ده مش شأننا يعني.